تمام، أنا شفت الطلب اللي قدمتوه من شان كتب كتابكم، ولقينا أنه ما في مانع لهذا الزواج. السيد فورال ديمير أغلو، يا ترى بتقبل بالأنسي هازال سانجاك زوجي إلك؟ بقبل. الأنسي هازال سانجاك، يا ترى بتقبلي تتزوجي السيد فورال ديمير أغلو؟ يا ابني اصحك تعملها. بيقولوا دموع العين بتداوي جراح القلب وبتطفي النار اللي جواته. تركني بحالي. اصحك تضغط على زناد السلاح يا كنان، وإلا بتحترق بنارك. أنسي هازال، أنا سألتك من دون ما يكون عليك أي ضغوطات، بتقبلي تتزوجي السيد فورال ديمير أغلو؟ بقبل. برافو. إذا كانت هالرصاصة رح تشفي جرح قلبك وتطفي ناره، تفضل عوصني. بلكي وقتها بتداوي لي جرح قلبي اللي عمره 25 سنة. يلا عوص. الدواء إذا كان بالموت وإذا كان بالقتل أنا جاهز لحتى موت هلأ يا ابني، وعوص حالك بعدي. يلا عوصني كنان. شوفي شو عم بيصير؟ مين عم يقول؟ كنجار خد هازال لجوا، أعطيني سلاحك. حافظ أعطيني سلاحك. معلم بترجاك لا تساويها. يلا أعطيني سلاحك. خد كنان وروح. يلا 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 تعال معي.